سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، برحب بيك يا فندم معانا. أهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. خلينا بداية نتكلم على أهم مدار في أحداث اليوم النهاردة في إطار زيارة الرئيس للهند يا سعادة السفير. يعني احنا شايفين زيارته لضريح غاندي، ثم فيما بعد لقائه برئيس الوزراء الهندي ومؤتمر صحفي وتصريحات مهمة. إيه أهم ما جاء في أحداث اليوم؟ يعني من حيث الرمز طبعا زيارة السيد الرئيس لضريح المهاتما غاندي، دي حضرتك يعني دوت حدث كبير على مستوى الرمز، وبتعرب عن تقدير مصر حكومة وشعبا لتاريخ المهاتما غاندي اللي هو أساسا بيجسد كفاح الشعب الهندي من أجل الاستقلال والحرية وأنهاء الاحتلال البريطاني للهند. ده أول أمر. تاني أمر طبعا القمة المصرية الهندية، سواء اللقاء بين السيد الرئيس وبين رئيس وزراء الهند أو المباحثات الموسعة بين الوفدين، ثم المؤتمر الصحفي. طبعا الكل تابع المؤتمر الصحفي اللي تم الإعلان فيه أولا على إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والهند، ده يعتبر تطور جديد في العلاقات المصرية الهندية. ثانيا الدعوة اللي وجهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس وزراء الهند للقيام بزيارة رسمية لمصر في الوقت اللي يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية. وثالثا وده هام للغاية، ما أعلنه رئيس الوزراء الهندي أن مصر هي هتشارك في الاجتماعات قمة العشرين حيث أن الهند تتولى رئاسة هذه القمة خلال العام الجاري خلفا لأندونيسيا، وأن هذه القمة هتعقد في الهند في سبتمبر القادم، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيشارك فيها. أهمية الدعوة دي يا سعادة السفير إيه؟ أن يتم دعوة أهمية هذه الدعوة، دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في قمة العشرين، ده يعني بيرمز لإيه أو بيدل لإيه؟ أولا حضرتك يعني دي مبادرة كريمة من الهند إن هي يكون السيد الرئيس من بين رؤساء الدول غير الأعضاء في القمة إن هم يشاركوا في القمة، فدوت يعني مبادرة كريمة من جانب الحكومة الهندية، وبتدل حضرتك وبتعكس التقدير اللي بتكنه الحكومة الهندية لمصر ولدور مصر. وفي نفس الوقت مصر أما هتشارك في اجتماعات قمة العشرين أو أي اجتماعات تسبق قمة العشرين، مما لا شك فيها تطرح الرؤية العربية، هتطرح الرؤية الأفريقية، هتدافع عن مصالح الدول النامية، خصوصا في المرحلة الراهنة اللي بتعاني منها الدول الراهنة من سياسات القوى الكبرى اللي ضرت بأمنها الغذائي وبأمن الطاقة بهذه الدول على ضوء تداعيات الحرب في أوكرانيا. المجالات التعاون يعني سواء ما صرح به السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي أو اللي صرح به رئيس وزراء الهند السيد مودي، بتشمل كافة حضرتك أوجه التعاون الثنائي بين أي دولة بين الدول، سواء بنتكلم عن المجال العسكري، بنتكلم عن مجال التصنيع العسكري، بنتكلم حضرتك طبعا المجالات التقليدية، العلاقات الاقتصادية، زيادة التبادل التجاري، أو حضرتك زي ما كرمتي وأشرتي الأمن السيبراني. صحيح، ودوت موضوع هام. ثم حضرتك التعاون في المجال العلمي، التعاون في المجال الثقافي، ودي نقطة أشار إليها السيد الرئيس. وفي هذا السياق دعا أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لزيادة عدد السائحين الهنود لمصر، ودي حضرتك نقطة هامة.
فحضرتك ما تابعناه اليوم على لسان السيد الرئيس من تصريحات صادره عن السيد الرئيس وتصريحات صادره عن رئيس الوزراء الهندي، اعتقد انه العلاقات المصريه الهنديه بتشهد زخما جديدا ونقطه انطلاق جديده بتبني على الماضي المضيق، لانه حضرتك في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات العلاقات المصريه الهنديه كانت علاقات قويه جدا، ومصر والهند ويوغوسلافيا سابقا كانوا دول رائده في العالم الثالث واسسوا حركه عدم انحياز ولعبوا دور في السياسه الدوليه، وكان لهم تاثير. اليوم هل العلاقات دي كانت شهدت نوع من انواع الخمول بعض الشيء خلال السنوات الماضيه واحنا شايفين حاليا اعاده احياء لهذه العلاقات؟ هو اللي حصل حضرتك انه في السبعينيات مصر ابتعدت عن الدول الناميه وعن العالم الثالث. ومش هنخش بقى في التاريخ دورانا، لكن بعد كده بقى يعني بعد في الثمانينات والتسعينيات واليوم الدوله المصريه عادت مره اخرى للتفاعل وللتعاون وللتنسيق مع الدول النامية، ومدركة ان العالم اتغير وان العالم اليوم ليس هو عالم الخمسينيات او الستينيات، لكن مصالحنا تحتم ان احنا نعزز ونعمق من علاقتنا مع الدول النامية، كتلة الدول النامية اللي بقت اصبحت تضم فيما بينها قوة صاعدة مثل الهند على سبيل المثال. الهند مرشحة بحلول عام 2030 ممكن تبقى حضرتك ثالث أقوى اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي والصين. طبعا هي قوة اقتصادية كبيرة حاليا ومتوقع ليها في السنوات المقبلة زي ما حضرتك أشرت أن هي تتقدم أكتر. وبالتالي خلينا نسأل السؤال اللي ممكن كل مواطن مصري يسأله حاليا، إيه الاستفادة اللي هتعود على مصر أو إيه المجالات تحديدا اللي ممكن فعلا نستفيد من دولة الهند فيها في إطار التعاون ما بين الدولتين؟ حضرتك يعني في كل المجالات، يعني الهند أعتقد تقدما ملحوظا ومقدرا في كافة المجالات. يعني إذا تكلمنا مثلا على حضرتك التكنولوجيا المعلومات، أعتقد أن هي مميزة في هذه النقطة والأمن السيبراني. أعتقد أن دولة الهند يعني مميزة جدا في هذا المجال. الهند قوة عظمى حضرتك في مجال تكنولوجيا المعلومات.